السلام عليكم. عليكم السلام. جابك الله يا ولدي. أبيك باسر الصبح إن شاء الله تودينا أنا وأمك نأخذ عمره وترجعنا بالسلامة. أم عاد بكرة. إيه باسر وش عندك؟ لا بس قصيت تذاكر مباراة الهلال ومواعد العيال، بنروح نشوفها هناك. ورا ما علمتوني. وش نعلمك؟ من أنت عشان نسألك ونأخذ منك رأي. لا لا يبا ما أقصد، بس خلوها بعد بكرة ولا بعدها. خير إن شاء الله. وديت جوالي للصيانة؟ أوه يا الله نسيته يمه. والله إني دارية ما منك فايدة، لو إنه جوالك كان ما نسيته. إيه نسيت جوال أمك والتذاكر ما نسيت. وش فيها يبا يعني الواحد ما ينسى، خلاص بكرة صلحه. أنت ما منك رجع، كل ما طلب منك شيء جوابك بسنة. كيف ما مني رجع وأنا اللي ودي وأجيب؟ هذا جزاتي يبا. أها ترفع صوتك علي بعد. أنت غبي؟ ليش نسيت صلح جوال أمي؟ أقول اسكتي، لا حتحرتي كلها فيكي. شوفي يا معافر، لا يضيق صدرك ولا شيء. جهزي شنطتك وأغراضك، وبكرة إن شاء الله الصبح بتوجهين إلى مكة. لا يا أبو عامر، الطريق طويل وتعب عليك. نخليها مرة ثانية، نشوف لنا تذاكر أرخص ونروح طيارة. أنا قلت بكرة نمشي يعني بكرة نمشي. تراني بعد شبابي ولا عند الشك فيني؟ خذي وانا بوت هذه دراه، اصرفوا منها لما نجي، وانتبهوا لنفسكم. الله يطول بعمرك يبا، ما قصرت، توصلهم بالسلامة. الله يسلمك، بس ها ما وصيكي على أخوك سليمان. وذكري الثور اللي نايم فوق يودي جوالي للمصلح، الله يهديه ويسامحه، ما معنى إلا جوال أبوكي. يا بنت الحلال جوال واحد يكفينا. ولا تنسون تدعوا لي في الاختبارات. أكيد بدعي لك يا أمي أكيد، وإن شاء الله المرة الجاية تكون معنا وتدعي لنفسك قدام الكعبة. أخص طالبين بيتزا. وين أبوي أمي؟ راحوا. وين راحوا؟ وينترلاند. استهبل يا بزر، يعني وين راحوا؟ راحوا مكة يعتمروا. هي صح. جوال أمي مقفل. شكلك توك ما صح صح يا حبيبي. أنت نسيت أنك ما رحت صلحت جوال أمي وأنها زعلانة عليك؟ إيه ترى أمي قالت ذكري الثور اللي نايم فوق يصلح جوالي، وترى صديقتي اليوم بتجي لا تدرعم. ماني بفضيلس لا أنت ولا صديقتس، عندي مباراة الزعيم اليوم. أحسن أنتي. نعم مشيت ويبا. أجل نحتريك. إيه مشينا. إيه بس أنا كنت بقول لكم يعني بطمن أقول يعني. أمان الله خلني أنتبه للطريق لا يصورني ساهر. سمسم أبشر. الوالد زبد له. لا تضحك لا الحين أصف. لا تضحك لا تضحكي. لا أصب لك قهوة طول الطريق علشان ما تنعس. ماني بنعس، وإن حسيت بنعس صبت على جنب أخذت القهوة. أدري بتعلمني فيك. آخر مرة رحنا الجنوب خذنا في الطريق يومين لأنك كل شوية تصفط على جنب وتأخذ لك قهوة. المهم نوصل بالسلامة إن شاء الله. يلا 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 عطى مريقة عطى مريقة. يا سلام عليك. يلا روح يلا. الله عليك الله عظيم. ما تضيع ذي يا أخي يدفنا صح. طيب وعامر تذكر يوم أول ما تزوجنا بعدها بسنة وديتني عمره ويوم رجعنا كشتنا في الطايف. وسوينا غدا وحرقتي. حطيتها فيني. ترى كنت اللي كنت طابخ مو بنا ولا نسيت. وي وي انتبه يا عامر. يا بطل يا بطل. ويا هلال عزك عزنا. يا هلال. يا هلال عزك عزنا. يا هلال. يا بطل قارة آسيا. يا هلال. يا هلال. Yeah.
الله يرحمهم ويغفر لهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. آيفون حتى الحوادث تسرق منها يا وسخ. يا ابوي آيفون، آيفون يجيب لنا مبلغ طيب. ما تخلي حركاتك، هذا جوا الناس ميتين يا ابو قلبك. يا ابوي ما زرفته انا بيزرفه غيري. حبيبي نبيعه تقاسم المبلغ ونجيب شيء يسند رؤوسنا. ايه والله انك مجرم. نوف نوف يا حبيبتي لا تشغلين بالك، يمكن نزلوا يشترون حاجة أو يصلون. بنتي نوف، بنتي متتصل. يبلغهم على الأقل. إي والله إنك صادق، خلني أكسب أجر وأبري ذمتي وأرسل لهم رسالة. صح عليك. هلا نوف، من انت؟ هلا هلا ريم، مش عندس؟ عامر وصلتنا رسالة من جوال ابوك ومكتوب فيها انه صار عليهم حادث وماتوا. حادث ومات. وش فيها هيبة؟ يعني الواحد ما ينسى، خلاص بكرة صلحة. أنت ما منك رجع، كل ما طلب منك شيء يومك بسنة. كيف ما مني رجع وأنا اللي ودي وأجيب؟ هذا جزاتي يبا. أها ترفع صوتك علي بعد. اذكر الله يا ابن الحلال يا عامر، اذكر الله. الله يخليك، الله يخليك تحمل وخليك جبل. قدر الله ما شاء فعل. أرجوك أرجوك يا عامر ما تدخل على أخوانك وأنت كذا، أنت الكبير ولازم تهديهم. الله يخليك.